الموجز التاسع من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. والمستهل بالتعاون وفي إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى لندن ممثلا لرئيس الجمهورية في مراسم تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث، تحدث وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطف أمس مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الخارجية اللورد طارق أحمد من ويمبلدن. وخلال اللقاء استعرض طرفان العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها في مجالات الطاقة والتجارة والأمن والثقافة، حيث أعرب عن ارتياحهما للتطور الواعد الذي تشهده هذه العلاقات. في التعاون دائما، أبرزت وزيرة الثقافة والفنون سوريا مولوجي من العاصمة الكوبية هافانا دفاع الجزائر عن مصالح أفريقيا وتنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وذكرت مولوجي لدى تدخلها في افتتاح اجتماع وزراء ثقافة مجموعة 77+ بالاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لإفريقيا وتنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبر تعزيز التزاماتها الإفريقية. وفيما يخص قطاع الثقافة، فقد أكدت الوزيرة على تطوير الجزائر لأعمال وبرامج تعاون ودعم سواء في ميدان التراث الثقافي أو في مجال الإبداع والصناعات الثقافية. كما ذكرت الوزيرة بأن الجزائر الوفية لالتزاماتها الإفريقية قد طلبت من اليونسكو أن تعطيها شرف إنشاء واحتضان مركز لحماية التراث الثقافي غير المادي لعموم القارة الإفريقية. دوليا الآن، استشهد اليوم فلسطينيان اثنان برصاص قوات الاحتلال الصهيوني عقب اقتحام مخيم نور شمس في تول كرم بالضفة الغربية المحتلة. في الشأن الصحراوي وبالعاصمة الباسكية بلباو، تم عرض فيلم وثائقي لم تقهرني الذي يحكي وقائع المقاومة السلمية للمرأة الصحراوية والكفاح بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية. واستعرض الفيلم تجربة وشهادات مناضلات ومدافعات عن حقوق الإنسان ومناهضات للاحتلال المغربي الغاشم، وكذا وقفاتهن من أجل التضامن مع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية. رياضة الآن، وفي كرة القدم، تأهل المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 17 سنة إلى الدور ربع النهائي بعد تعادله أمام نظيره الكونغولي بنتيجة هدف لهدف سهرة أمس بملعب نيلسون مانديلا ببراقي لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى لكأس إفريقيا للأمم للناشئين. وفي اللقاء الثاني عن نفس المجموعة، فاز المنتخب السنغالي بقسنطين أمام نظيره الصومالي بنتيجة 3 أهداف دون رد. وعلى ضوء هذه النتيجة، ينهي المنتخب الجزائري مشواره في المرتبة الثانية ب4 نقاط، وسيلاقي متصدر المجموعة الثانية التي ستجرى مباريات جولتها الثالثة اليوم. وفي ألعاب القوى، فاز العداء الجزائري للمسافات نصف الطويلة سليمان مولا بسباق 800 متر ضمن المرحلة الأولى للطبعة 14 للرابطة الماسية لألعاب القوى المقامة بالدوحة، في الوقت الذي دخل فيها الجزائري الثاني جمال سجاتي نائب بطل العالم للمسافة في المركز الثالث. وبأخبار الرياضة نأتي إلى ختام الموجز. إلى اللقاء.